سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. شكرا يا أبو خالد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة ولأبناء شعبك. نتحرك في شوط آخر وهو الشوط التاسع في مجموع أشواطنا، خصص لفئة الأبكار المحليات الأصايل، علما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. نتحرك أيضا مع هذه الجولة لنتابع الصدارة ونتابع ماذا يدور على المقدمة من تحدي. نبدأ بفرز المراكز المتقدمة في هذا المسير وفي هذا الانطلاق الشايبة لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري من يسجل حضوره في هذا الشوط بالمركز الأول. ونقول لك حافظ على هذا الموقع الحساس، الموقع الجميل. نقلة تالية إلى المركز الثاني فتأتينا اللي هي غزلان سعيد بن مطر بن محمد الرميتي من يقدم لنا غزلان ثانية. المتابعة من المركز الثالث، المركز الثالث فهنا الشبلة لسعيد بن حمد بن دريب الويع العامري. نقلة تالية إلى المركز الرابع فالوصول من بن شمعدان عبيد بن أحمد بن حوتة العامري الذي يقدم هذا الأسم الكبير بالمراكز المتقدمة. وبالمركز الرابع النقلة التالية إلى المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس الذاير محمد بن عبد الله بن كردوس العامري. أما المركز السادس، المركز السادس فتأتي ناصية حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي. والمتابعة من المركز السابع فالوصول في هذه اللحظة من مشهورة حمد بن علي بن مصبح الخصم الاجتبي، ولهن شعار أيضا، شعار جميل يتقدم، يتقدم أيضا وله نواية بالمركز الأول على ظهر شواهين مهير بن علي بن راهب بيكليف الاجتبي من يقدم لنا شواهين بالمركز السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن تعويض لصبيح بن سالم الغيلاني. والمركز الثامن وصبيح بن سالم الغيلاني. المركز التاسع سياسة حمد بن محمد بن جهويل. والمركز العاشر صوغة لحسين بن فيصل بن علي بوساك الليامي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة، المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم، وما زلنا نبحث عن كل ما يطرأ من جديد في عالم الجديد وفي عالم التغييرات. لو تابع مشاهدينا الكرام لنا عودة، مشاهدينا الأعزاء لنا عودة إلى المعركة، إلى المعركة الكبيرة بالمقدمة. نتابع الشعارات التي تتبادل المراكز بكل عنفوانية وبكل قوة وبكل تخطيط في هذا المهرجان الكبير. نتابع المقدمة، نتابع مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، مشهورة حمد بن علي بن مصبح الخصم الاجتبي من يقدم، بل خصم الاجتبي من يقدم لنا مشهورة بأول المراكز ليعلن وجوده متربعا على عرش المركز الأول، وما زال مستمر بالعطاء، ما زال مستمر بالعطاء ومحافظ على هذا الموقع رقم الضغوط من المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثاني اللي هي غزلان وسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. أما المركز الثالث ناصية حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي، جنبا إلى جنب. الله يهي ثلاثية قوية، الله يهي شعارات قوية تتبادل المراكز وعينها على الناموس. أما المركز الرابع أيضا ما يستهان بها، قادمة أيضا بجمال وعطاء وفن الشايبة لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري. يتابع الموقف ويتابع الصدارة ويتابع الناموس أين يكون. نقول لك ما تبقى إلا القليل القليل عن المنصة الرئيسية. نقلة تالية إلى المركز الخامس فتأتي اللي هي بنت شمعدان عبيد بن أحمد بن حوتة العامري. والمركز السادس، المركز السادس تتقدم الذاير محمد بن عبد الله بن كردوس العامري. تقريبا هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ما زلنا في البحار وفي الإعصار وفي الميدان، ميدان السوان. يا سلام يا سلام يا بالخصم، ما زال يتابع يتابع الترشيح أيضا اللي وصلنا من سعيد محمد بن سعيد بن معدن، يحط ترشيحه على 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 اللي هي اللي في المقدمة
نقدمه متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. ما زلنا نتابع الصدارة والقيادة والريادة والإثارة ونتقدم مع ناصية حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي الذي يتقدم بالمركز الأول. رغم الضغوط غير مع النتيجة لصالحه أما المركز الثاني غزلان سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الثالث فهنا تأتي مشهورة حمد بن علي بن مصبح بالخصم. نشتبه المركز الرابع، يلا يا بن هويمل، يلا يا بن هويمل. الجماعة في المجموعة الثانية بدوا أيضا يتقدمون رويدا. ونشوف المركز الخامس، الاقتراب من قبل بن شمعدان عبيد بن أحمد بن حوتة العامري تقريبا، والقادمة يا هلا يا هلا الله يزين اللي حضرت غطت على كل الحضور. اليمامة قادمة لسعيد بن بطيب بن محمد بن مصبح الشامسي، أطلق اليمامة. هذه تقريبا المراكز الأولى. الرميثي الخطير بدأ شكل خطورة. أربك المقدمة بهذه الهجمة، أربك مقدمة الشوط مع غزلان. الرميثي المتابعة مشاهدينا الكرام، الرميثي يتقدم على ظهر غزلان سعيد بن محمد بن مطر بن محمد. الرميثي من يقدم لنا غزلان بالمركز الأول، وعصاها قوس، لو عصاها قوس ما فيها روحها بالسير مهتمة. نعم مشاهدينا الكرام، أما المتابعة من المركز الثاني، ناصي حمد بن راشد بن سيف بن مسلم ما زال بالفورمة، ما زال يصارع الرميثي على ناموس هذا الشوط وسيارة هذا الشوط. ولكن السلام الظاهر أن يبغي السمحة، الناموس إلى السمحة، الناموس إلى الرميثي. ولكن يعتزي الآن راعي غزلان اللي هي ناصية حمد بن راشد بن مسلم الشامسي. يا الشامسي يلحق، تلحق ما تلحق على الناموس، الغدوب من الشاهينية عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان بن مرخان قادم. لا محال ولا مجال عن المركز الأول، عن السيارة. الهجمة المباركة، الهجمة الأخيرة، الشامسي بن مرخان الرميثي، الناموس وين البر مرخان؟ نقول والناموس يذهب مع المقدمة. وهناك اللي المركز الأول ناصي حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي هو صاحب المركز الأول، تهانينا أو الناموس. المركز الثاني وصلتنا اللي هي الشاهينية عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. والمركز الثالث، كان من نصيب غزلان سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. أما المركز الرابع، دمعه لمحمد بن حمد بن قطامي العامري. والمركز الخامس، بن شاهين محمد بن علي بن محمد المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني 7:39، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس السيد حمد بن راشد بن سيف بن مسلم الشامسي، نهني على فوز ناصية بالمركز الأول. أما المركز الثاني فكان من نصيب الشاهينية العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان. 7:39، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. أما المركز الثالث غزلان لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، 7:40، تهانينا والناموس لكل الفائزين.